إذا انتهى الإنسان من قضاء الحاجة بول أو غائط ماذا يصنع؟ 一旦人大小便之后应当做什么？ يجب عليه أن يطهر هذا المكان. 应当把大小便的地方清洗干净. إما باستعمال الماء وهذا واضح يعني استعمال الماء. 用水清洗大家都清楚. أو استعمال مثلا المناديل أو الحجارة أو الأخشاب. 或者用 这个纸巾，或者是其他的木头啊，或者石头啊等等。 لابد أن تكون طاهرة لا نجسة. 清洗物必须要是洁净的。 ولا تكون يعني مثلا أوراق العلم لا يمكن أن يتطهر بهذا أوراق العلم أو القرآن. 如果用纸来清洁大小便的地方，那么不能上纸上不能有。 لا يمكن أن يتطهر مثلا بالخبز بالطعام. 也不允许用食物的一些东西，比如用面包啊等等来清洗大小便。 ولا بالعظم. 不允许用骨头. حتى الأشجار التي يأكلها البهائم هذه لا يمكن أن يتطهر بها. 以至于一些动物所他们吃的那些土都不允许。 نعم لابد من استعمال ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل. 可以用三张纸巾或三块石头来清擦大小便的地方. الآن لو استعمل هذا المنديل مرة واحدة. 如果用一张纸擦一次. أصبح المنديل هنا نجس الآن. 这张纸的那个地方擦的地方就是. لا يستطيع أن يستعمل هذا المنديل مرة أخرى في الطهارة. 有污秽的那个地方不能再擦第二下. إلا إذا كان المنديل مثلا كبير أو الحجر كبير يمكن أن يستعمل مرة من هنا مرة من هنا مرة من هنا. 如果纸非常大或者石头非常大，可以用它们的三个地方分别来擦拭. لكن لا يمكن أن يستعمل نفس المكان في الطهارة أكثر من مرة. 必须不能把以前的污秽在有污秽的地方不能再次使用. إذا رجع المنديل أو الحجر جاف ليس فيه أثر بول ولا غائط هذا معناه أن الطهارة حصلت. 如果擦完以后那个纸上或石头上没有污秽了，擦着擦完以后一看，那么就擦干净了。إذا رجع المنديل فيه أثر نجاسة. 如果擦完以后那个纸上用纸擦擦完以后还有脏的东西痕迹在上面. لابد أن يمسح مسحة أخرى. 必须要再次的擦. حتى يرجع المنديل ليس فيه أثر شيء. 直到纸巾上，比如用纸巾擦，直到纸巾擦完以后看不见污秽的。 بهذا تحصل الطهارة. 这就是清洗大小便的地方，前后敲，清洗的前后敲。 نعم. المسلم إذا دخل على المسلم يسلم عليه. 穆斯林见到穆斯林应当出السلام. أكمل السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 最完美的السلام出السلام就是السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أنا أسلم عليك لابد أن ترد السلام. 一旦有人穆斯林给另一个穆斯林出السلام，听到السلام的人应当回السلام. نعم تسلم إذا دخلت وتسلم إذا خرجت. 见面的时候出السلام，离开的时候还要出السلام. يسلم الكبير على الصغير. 大人应当主动给出السلام. ويسلم الراكب على الجالس. أو الكبير يسلم. الكبير. يسلم الصغير. لا الصغير هو اللي يسلم على الكبير. نعم. 首先是小孩应当给大人做出السلام，首先给大人出السلام. ويسلم الراكب على الجالس. 乘骑的人应当给站立的人或者坐下的人. يسلم الداخل. 外面的人进来要出السلام. نعم السلام هو تحية أهل الإسلام. 出السلام是伊斯兰的祝福词. ومن تمام السلام المصافحة. 出السلام的时候可以握手. لكن لا يمكن نصافح النساء. 但是不允许和女子握手. إلا الأم الأخت الخالة العمة. 但是. محارم. 但是你的监护人和自己所监护的女子可以，比如母亲。妻子、孩、女儿都可以。那。